انت بخير مستر فؤاد؟ الحمد لله زين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشغل ما في، ما في شغل، الدوام ما في، ما حرام والله. المصاري خلصت، خلصت، ما في مصاري، ما في شغل. انا في بس في اولاد، في اطفال، أولاد، في زوجة، في الحمد كل. لله البيت موجود. نعم، نعم. والمعاش برا، برا حتبيع نفسك 20 درهم 30 درهم هشي لا بعتيها 20 درهم 30 درهم 50 درهم في النهار. اليوم من الصباح 30 درهم يا الله، من يا الصباح الله. يا الله شو هالسلف، شو هالحلو. تشتري الدنون هذا؟ نعم، حق البنية. نعم نعم، دلعها، دلع بالقليل. نعم دلع بالقليل، بيشيل الكثير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يجي الكثير. صعب في المغرب، صعب، صعب كثير والله، صعب والله. اتخذت قرار صعب. شو بالحياة لوحدك مشكلة. مثلا الاخوان نعم ما يعطونك، ما يشوفوا فيك، انت فقير. اذا كان عندي انا يسوي تليفون. نعم كل وقت محتاجك، العيد، اي وقت يسولوا فيك بالمغربي. نعم والحين ما بحب لهجتك الاماراتيه ولا الخليجيه دي، والله بحبها والله. اه الله يطولنا في عمرك، بتعجبني يا اخي فؤاد والله. احنا يا اخوان يا حبيبي. نعم ما شاء الله. الجو بارد. كم سنة وانت هين في المغرب؟ 45 سنة. 45 سنة. الله الله. عندي 51 سنة. 51 الحين. الله. شو؟ نعم. 51 ما في شغلانة. شو تسوي؟ 60 عام وهنا تروح. مو بترجع على الإمارات. وين يا اخي الاخوان نوع الاخوان، على ما اظن انه خصك باسبور، مو عندك فلوس على الباسبور على ما اظن. لا جواز عندي. عندك الجواز ولكن بريمي قديم. نعم قديم. قديم 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 وايد، ودابا راه غلاوه، اصبح يعني نعم ثمن غالي. 700 كان 500 درهم ولا 300 درهم، 700 درهم بالموافقة بالأوراق بكل شيء. نعم 607 بس، ما عندك فلوس عليها. والحين بتطالب عشان أطالب شغل. أوكي أطالب، أنا ما أريد سيارة، ما أريد شيء، أنا أريد بس شغل ودوام. جميل. نعم والمصاري شوية إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله بس 2000 درهم بس، ما أريد 2000 بس. 2000 درهم مو فلوس والله، 2000 درهم مو فلوس، 5000 درهم بترتاح على الأقل، خصوصا الكرامة متبوعش به. الحمد لله الحمد لله. 5000 درهم هي اللي خاصة أنا ولكن